بنفرد معاك اهو قبل ما اروح لك نقرر لجنة التظلمات، بنفرد معاك قيد لاعبي الزمالك افريقيا خلال ساعات، زي ما انفردت معاك بقيد لاعبي الزمالك محليا، بنفرد معاك قيد لاعبي الزمالك، قيد لاعبي الزمالك افريقيا خلال ساعات، خلال ساعات. وازيدك من الشعر بيت، الزمالك من خلال اتحاد الكورة وعن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم رفع مذكرة عاجلة إلى الاتحاد الإفريقي يطلب فيها قيد لاعبيه الثلاثة محمد شبانة، محمود شبانة وناصر منسي وبالحج، ويرفق مع المذكرة أسباب تأخر إرسالهم للاتحاد الإفريقي. والاتحاد المصري، خد بقى الانفراد ده، والاتحاد المصري لكرة القدم يدعم موقف الزمالك ويؤكد على أن كانت هناك مشكلة داخلية وهي اللي عطلت إرسال لاعبي الزمالك لقيدهم في المواعيد المحددة إفريقيا، ويؤكد للكاف أن مشكلة الزمالك تم حلها ولا ذنب له فيها، وكانت أزمة قيد ومستحقات ومديونيات وتم حلها طبقا لقواعد القيد وتعليمات الاتحاد الدولي وما جاء في ميل الاتحاد الدولي. طيب ايه اللي هيحصل؟ المذكرة طلعت وراءت للأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والمهندس هاني أبو ريدة تواصل مع رئيس الكاف ومع الأمين العام ومع فاطمة ساموراي، وسيصدر قرار خلال ساعات بالموافقة على قيد لاعبي الزمالك الثلاثة إفريقيا. سيصدر خلال ساعات قيد لاعبي الزمالك الثلاثة إفريقيا وقبول طلب الزمالك في قيدهم بعد تزكية هذا الطلب من مين؟ من الاتحاد المصري لكرة القدم. أنا لا لي دعوة لا بزمالك ولا لي دعوة بأهلي، أنا بقول لك معلومات وانفراد. فاللي يشتم يعني أنا ممكن أهزأ اللي جابه أبوه، لكن إحنا في شهر شعبان لا أمتلك غير إن أنا أقول له حسبي الله ونعم الوكيل. لا أمتلك إلا أنا أقول له حسبي، أنت من المفترض النهاردة تقول لي برافو الله ينور عليك، ما فيش غيرك في مصر إلا قال لعيبة الزمالك هتتأيد، وأنا عامل اللايف الاستثنائي ده عشان نعلم الناس إزاي تجيب معلومات بعيدا عن أن تكون مع نادي أو ضد نادي. النهاردة الناس اللي شتمت وتجاوزت والناس اللي بعتت لي على الخاص تقل أدبها، النهاردة شكل اللي جابوك إيه؟ يا سافل انت وهو، شكلكم ايه؟ شكلك ايه؟ هو انا اللي ايدت يا ابني؟ هو انا رئيس لجنة التظلمات؟ هو انا المستشار؟ يا ابني مشكلتك مش معايا، انا مال انا؟ انت دلوقتي عايز مصيبة لمرتضى منصور، انا مالي؟ عايز مصيبة للزمالك، انا مالي؟ ولا انت زملكاوي عايز مصيبة للاهلي، انا مالي؟ ولا عايز مصيبة للخطيب، أنا مالي؟ أنا قلت لك بقدم إعلام جديد، إعلام بشكل مختلف، والحمد لله بنفرد معاك النهاردة بأول تصريحات للمستشار عادل الشربجي رئيس لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم. تواصلت مع معالي المستشار عادل الشربجي وأكد لي الآتي: أن اتحاد الكرة أخطأ في إجراءاته فيما يخص قيد اللاعبين الثلاثة، وأن على نادي الزمالك أن يدفع رسوم القيد فورا، وبناء عليه يصح قيد لاعبيه واستخراج الكرنيهات، وأن يكونوا ضمن صفوف الفريق في أول مباراة في الدوري المصري يلعبها نادي الزمالك.
أقول تاني، حيثيات القرار، صحة إجراءات نادي الزمالك، ويحق له قيد لاعبيه حال دفع رسوم القيد اليوم، وده بيؤكد صحة انفرادي وكذب الآخرين، كذب الآخرين اللي قالوا إيه؟ إن فنكوش وكانت لعبة، وأنا قلت لكم مش لعبة، وإنما الموضوع أنا يا ابني عندي لما أتكلم أنا الأستاذ، لما أتكلم أسكت أنت وهو، يا ابني الموضوع أكبر منك ومن أي حد، يا ابني المشكلة أعيدها تاني، المشكلة إن مسؤول اتحاد الكورة اشتكوا من تجاوز الأستاذ مرتضى منصور ضد اتحاد الكورة ورئيسه وأعضائه للمسؤولين، فتقال لهم اقرص ودنه، فموضوع المديونية قدامهم فقرص ودنه، فالمهم نسي وهم بيقرصوا، بدل ما يقرصوا خنقوا، فتقال لهم أنا قلت لك اقرص ما قلت لك يخنق، أنت دلوقتي خنقت فأضريت الزمالك، فبدل خنقت حضرت العفريت اصرفه. اتعملت لجنة أزمة في سرية تامة، وانفردت معاك من أول دقيقة، قلت لك اتقال إن في حد خفي ما نقدرش نتجاهل وهو الأهلي وجماهيره، فكنت حضرت عفريت ما ينفعك تصرفه إلا بالقانون، عشان لو الأهلي اتكلم يبقى أنت شغال بالقانون. فاتقال له اتقال بلاش اقول اتقال مين، اتقال ايه؟ طب يا جماعه هنعمل ايه؟ ما انت حضرت العفريت يا معلم، مش انت عملت فيها بطل؟ اتقال لك اقرص الودن، ايه اللي يخليك تخنق الرقبه؟ خلاص يا بيه بدل خنقت اتحمل المسؤوليه. سيبك من الهبيده، انا بجيب لك المفيد بتاع الغرف المغلقه. واخد بالك انت؟ والاستاذ مرتضى منصور قال لك اروح للقضاء الاداري، قلت لك تهويش، لان الموضوع هيخلص بعيد عن القضاء الاداري، وقبل الجلسه ما تخلص، قبل الجلسه النهائيه، ما فيش كلمه قلتها لا غلط. لجنه الازمه قعدت، شؤون اللاعبين واتحاد الكوره، يا جماعه هنحل ازاي؟ قال لك عكن نوبه صح، ولو جه اعترض اي نادي او اي حد اتكلم نوبه في السيف سايز، لازم نبعت للاتحاد الدولي. طب نبعت للاتحاد الدولي ازاي؟ قال لك من خلال نادي الزمالك. فجابوا مسؤولين نادي الزمالك قعدوا القعده في سريه تامه، سيبك من الخناقات اللي شفتها على السطح، خد المفيد بس. وقلت لك الكلام ده، اتجابوا اتقعدوا، يا استاذ مرتضى ابعت مذكره للاتحاد الدولي عن طريق اتحاد الكره المصري. الاستاذ مرتضى راح المحكمة، في اليوم اللي راح في المحكمة قبلها بيوم، كان يوم الأربعاء أو نفس اليوم، بقت مذكرة بتظلم للاتحاد الدولي ضد اتحاد الكورة. اتحاد الكورة نفسه هو اللي رفع المذكرة للاتحاد الدولي، وانتظرنا الإيميل. البشمهندس هنا بوريدة كان لي دور، كل واحد في الأزمة عمل دوره زي ما هو مخطط ليه. يا جماعة مشكلة داخلية ومديونية وهتتحل، بس كان التأخير في تسديد الفلوس. اتحاد الدولي راح باعت الميل زي ما أنا قلته قبل الميل ما يجي بثلاث أيام، شأن داخلي. قلت لك لما يجي الميل هيقول شأن داخلي، أو الرد من الاتحاد الدولي بأنه شأن داخلي، الزمالك هيروح للجنة التظلمات، وبناء على الميل أصبحت لجنة التظلمات صاحبة القرار، لأن هي أعلى سلطة. الزمالك هيسدد المبلغ وهيرفقه مع التظلم. لجنة التظلمات هتقول انتفى سبب عدم القيد بسداد المديونية والاتفاق على الجدولة، وبناء عليه يقيد اللاعبين. ده اللي أنا قلته يا فندم. لا لي دعوة بمرتضى منصور، ولا لي دعوة بعادل المستشار عادل الشربجي، ولا لي دعوة بالأستاذ جمال علام. كامل الاحترام للكل، أنا بقول معلومات، ما فيش كلمة قلتها طلعت غلط. انت بقى قاعد تولول، واللي بعتني يقول لي لك الله يا مصر، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ابني انا مالي،
لكن له يا مصر ولا لكن لا يا بغداد. انا مالي، انا بقول معلومات. والزمالك انتصر غصب عن عين اي حد، الزمالك انتصر في هذه المعركة غصب عن عين اي حد، ومرتضى منصور انتصر غصب عن عين اي حد. وعايزين نقول للصح صح والغلط غلط، مالناش دعوة بحد. شغل كوسة، شغل تعريض، شغل ضد القانون، ضد اللوائح. انا مالي، انا مالي يا ابني، هو انا اللي طلعت القرار يا ابني؟ انت سقفني وقول لي برافو، قول لي برافو، قول لي برافو يا ابني. ما فيش كلمة قلتها لك غلط. قال لك يوم الاثنين، قلت مش هيطلع القرار يوم الاثنين، لسه في شوية حاجات ما اتعملتش، لأن الملف كله مرتبط ببعض، في شوية ملفات. ولكن يا ابني أنا لا والله العظيم، التمانية واربعين ساعة اللي فاتوا فيهم شوية ملفات كله مرتبط ومبني على بعضه. بس كان ما عمل لك شوشرة، اتحلت بعض الأمور خلال الساعات اللي فاتت. لجنة الانضباط مجتمعة من أكتر من حوالي 30 ساعة، والمفترض القرار يطلع من يوم الاثنين، تأخر حتى اليوم لبعض الموائمات والتظبيطات. أنا كنت في أحد المؤتمرات أو أحد اللقاءات في اسكندرية يوم الاثنين، الناس بتقول لي القرار هيطلع النهارده، قلت لهم لا هيتاخر. امبارح قابلني ناس وبعت لي رسائل القرار اتاخر ليه، قلت لهم هيطلع بكره الاربعاء. في بعض الحاجات بتتظبط، في بعض الحاجات بتتظبط. فالحمد لله ما فيش معلومه قلتها غلط. وانا هستشهد بالمعالي المحامي المحترم الاستاذ محمد رشوان، المستشار القانوني لبرنامج كرة بلدنا، والمحامي الشهير. الراجل كان معايا خطوة بخطوة، يعني الأستاذ محمد رشوان معايا خطوة بخطوة. انت زعلان مني ليه؟ انا عايز افهم، انت كأهلاوي ولا صفحات أهلاوي بتهاجمني ليه؟ يعني انت زعلان مني ليه؟ انا لا ضد الأهلي ولا ضدك، انا ولا مع الزمالك ولا مع حد، انا بجيب معلومة. لكن في حد بيطبل عشان بيسترزق بالتطبيل، انا مالي يا صديقي العزيز؟ الله يسهل للناس كلها، مش هتكلم عن حد. ولكن انت النهارده نجم الموضوع ده اعلاميا عبد الناصر زيدان، غصب عن عين اي حد. غصب عن عين اي حد، ما فيش حد قال في مصر لعيبة الزمالك هتتأيد غير عبد الناصر زيدان. ما فيش حد في مصر قال اللعيبة دي هتتأيد قبلية. واستشهد بالأستاذ محمد رشوان يقول كلمة حق لله بدل بيئة السرقة علنا وقلة الأدب علنا وسرق مجهود الناس والشتيمة عمال على بطال، ومش عايزين تفرقوا ما بين الإعلام وما بين التشجيع. أنا راجل إعلامي مش مشجع، انا ما بتربحش من اليوتيوب والفيسبوك، انا ما بلمك لايكات حرام، انا ما بلمك دولارات واسترزق اكرتك على الناس. انا بس النهاردة سعيد جدا وبحتفل بانتصاري.